يقام برج الحفر، وهو برج شاهق ضخم لاختراق الطبقات الصخرية المتراكمة تحت سطح الأرض إلى عمق سحيق جدا، إلى عمق 7000 قدم تقريبا لبلوغ طبقة من الصخر الكلسي. والصخر الكلسي مسامي، قد يوجد النفط مستقرا في مسامه كالماء في قطعة من الإسفنج. ويجب فحص النماذج بين الآونة والأخرى في المختبر لمعرفة خواص النفط وكثافته وطرق معالجته. عندما تكتشف بئر النفط يركب على رأسها جهاز من الصمامات يسيطر على جريان النفط منها، ويزاح عنها البرج الفولاذي، والنفط لا يرى إلا فيما ندر، غير أنه في جريان مستمر، وهو يصعد من الأعماق مرفقا بغاز كثير يجب أن يفصل عنه ليمكن نقله بالناقلات. ولذا يجري إلى هذه العازلات الأفقية الضخمة حيث يفصل عنه الغاز. ثم يحرق هذا الغاز في منافذ الاشتعال التي ترى في أجيج مستمر. والنفط القادم من محطات العزل الكثيرة من أجليعة، من أفحيحيل، من خبطية، تضخه المضخات في أنابيب تحمله جنوبا إلى أمباب. ومنها تحمله الأنابيب عبر قطر إلى أن تبلغ به أحواض الخزن بالقرب من أم سعيد. وهناك المصب حيث تجري الأنابيب من الأحواض إلى البحر. ثم تغور في المياه لتتصل بالناقلات لشحنها. وهذه الناقلات تحمل النفط إلى أقطار العالم. ولكن البئر الواحدة لا تكون حقلا للنفط. لا بد من حفر مستمر للآبار، مع أن البئر الواحدة قد يستغرق حفرها 2 شهر كاملين، وقد أنجز حتى الآن ما يزيد على 60 بئرة، ورجال الحفر في هذه العمليات منذ البداية قطريون يتقنون العمل. وكل بئر جديدة تحتاج إلى طريق توصل إليها، لا بد من تعبيدها في هذه البطاح الغبراء. والقائمون بهذه الأعمال قطريون أيضا. إن هناك في الواقع شبكة من الطرق يجب توسيعها وصيانتها على الدوام، ولا بد لأعمال الشركة من الأعتدة والمواد الثقيلة، وهي ترد إليها باستمرار في سفن كبيرة، مما توجب بناء مرفأ خاص لها بالقرب من أم سعيد، حيث التنزيل والتحميل مسؤولية ضخمة يطلع بها القطريون على أكمل وجه. وللشركة مخازن كبيرة في أم سعيد تزدحم بكل ما تحتاج إليه عمليات النفط العديدة، من أضخم آلة إلى أصغر مسمار. ولحمل هذه المواد إلى المواقع التي تحتاج إليها هناك عدد كبير من السيارات من أنواع عديدة مختلفة. ولا بد من صيانة الآلات والأجهزة التي لا تحصى، ولذا تبنى المعامل الكبيرة لتصليح كل ما يعطب من الآلات. وقد استحضر العمال المهرة من أقطار خارجية متعددة لتشغيل المعامل.
غير أن الجيل الجديد من أهل قطر يتعلم المهارة منهم. لا في أثناء العمل فحسب، بل في مركزي التدريب في الشركة أيضا. حيث يجري تدريب الشبان على أعمال تستوجب الدقة والبراعة، وبذا يشترك الجيل القطري الصاعد اشتراكا فعالا في إنماء موارد الثروة في هذا البلد. ولقد كان لهذا كله أعمق الأثر في حياة قطر، فالحياة في القرى وحول آبار الماء تجري في مجاريها العتيدة، والصبية يلعبون ألعابهم وإن يكن بعضها جديدا عليهم، والنساء منصرفات إلى أشغالهن المنزلية، والطاعنون في السن يقضون سحابة النهار في الحديث. ولكن أين أبناؤهم وأحفادهم الذين كانوا فيما مضى يعملون في صيد اللؤلؤ أو رعاية الأغنام؟ لقد رأيناهم في أشغالهم الجديدة. هؤلاء هم رجال قطر اليوم. إنهم هنا يكتسبون مهارات جديدة وخبرة فنية، وأهم من ذلك كله يتمتعون بأجور منتظمة يأخذونها إلى أهلهم وذويهم، فتيسر لهم الاطمئنان على معيشتهم. الذين تأتي السيارات بهم من الدوحة كل يوم وتعيدهم إليها يرون الآن حولهم محيطا جديدا.